الأمر عادي بالنسبة لي. وشو الفايدة من الحكي؟ لازم يكون في فايدة منشان غيرنا ما يوقع باللي وقعنا فيه، منشان نخليهم يستفيدوا من أخطائنا، منشان ما يخلق واحد مثل ابني رامي أو واحد مثل ابنك زهير. بعيد الشر عن قلبه، هذا ابني اسمه زاهي، زهير ابني الكبير، وعندي بنتين غيره. الله يحفظ لك ياهم، بس كأنهم ما عم يزوروكي. أنا ما بدي ياهم يزوروني، بكفيني زاهي. عندك رغبة تحكي لي شي؟ ما بعرف أنت شو اللي بدك ياه. يعني عندي فضول أعرف كيف انتقل المرض لابنك. أنا نقلت له يا. كيف؟ مثل ما أسعد نقله لبنته. أنت عرفتي؟ هو قعد حكى وشكى، مو بس إلي، حكى للكل. يعني نقلوا دم منك لابنك أم؟ لا مو عن طريق الدم. أخ يا ست سلمى، أنا قصتي طويلة كتير. حابة اسمع. عندك وقت؟ كل الوقت. من أولها؟ يا ريت. بس أنا نفسي صاير قصير، عمل من الحكي أوهم، مع أنه من زمان ما كان لساني يفوت لحلي. يا ستي مالنا مستعجلين، أنتي مستعجلة؟ مصاري؟ ما معي شيء، كل المصاري اللي كنت مخبيتهم حضرتك اخذتهم. لا غير اللي اخذته، شو معك؟ عم اقول لك ما صفي معي شيء. لازمني 3000 ليرة هلا. مشان تلعب فيهم قمار ما؟ مشان رجع خسارتي، تأمروا علي مشان لحوني كل شيء. الله لا يوفقك يا توفيق اذا كان هالحكي صحيح. ولك انت اذا ما بتستحي من الله، الله استحي من اولادك. وشو دخل اولادي بالنص هلا؟ لك المصاري اللي عم تلعب فيهم قمار مو هن احق فيهم ياكلوا ويشربوا فيهم؟ بعوض الله، المهم مدي ايدك واعطيني. منين؟ حبيبتي نوال، يعني الا انت ما تكوني مخبايه هون او هون. احلف لك على المصحف يعني؟ لك عم اقول لك تامروا علي وشلحوني. ليكك لابس، ليش عم تكذب؟ خلاص ولا فوت نام، بكره عندك فيها بكير على المدرسه. يلا نحن بعطله الصيف بابا، قلنا اكثر من شهر. لك يخرب بيتك، شو غليظ انت دائما هيك بتحب تحرجني يعني؟ شو يعني تحرجني يا بي؟ لك خلاص انت الثاني وفوت نام ولا يلا تحرك من عندك. المهم يعني نوال اعطيني المصاري قبل ما يمشوا الجماعة. إذا رديت رجعت لعندهم رح يرجعوا يتآمروا عليك ويشلحوك المصاري. لا يا ستي، ما رح يتآمروا علي ولا رح يشلحوني كل شيء، لأني كشفت الملعوب تبعهم. الله وكيلك يا نوال، رح رجع خسارتي فوق أربع، بس ما بيخلوني ألعب إذا ما كان بجيبتي 3000 ليرة. عظيم، منين بدك تجيب لهم إياها؟ مو أنا، أنت. أنا؟ ولك تقتل حالي؟ لا تردي علي يا مو. لك عم اقول لك اخراس وفوت نام، هلا بفيقوا اخواتك، تحرك ولا. المهم نوال، هلا انت روحي لعند اهلك وجيبي المصاري. لك لا تطلعي فيه، قولي لهم جوزي لازمه بضاعه وانا خلال اسبوع بوفي لهم اياها. لك توفيق، انت ما بتخاف الله؟ ولك خليتنا على الحديده، حتى التلفزيون الصغير بعته. يا ستي خلص وحياه عينك، لجيب لك محله تلفزيون 29 بوصه. لا ستي 50 بوصه، شو رايك؟ بس روحي جيبي لي المصاري وخلصيني. ماني جايبه شيء. نوال ليك يا عم حزرك، لا تخليها توصل بيناتنا الطلاق. ها استرجي طلاق. ليك بسخ الارض ليك، روح نام ولا الا عن شرفك كلب. نوال خلصيني بقى، روحي لعند اهلك جيبي لي المصاري قبل ما يتاخر الوقت. كمان لا تردي علي يا مو. يا توفيق، ابي مو فاتح بنك، راتبه التقاعد يا دوب يا دوب 2500 ليرة، من هم بدي اجيب لك 3000؟ من الداكونة. لك ابوكي وامك عضمن ذهب. امتى ركبوا عظام ذهب؟ لك اخراس ولا ليك، اذا جيت رح شافك شاف شاف. حرام عليك، حرام عليك. لا حرام ولا حلال، ليش كتر الحكي؟ روحي لعند اهلك وجيبي لي المصاري
لا لا تطلعي فيه، تحركي 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 تحركي. وجوزك شو كان يشتغل؟ كان موظف بشركة الخضار والفواكه، مؤسسة استهلاكية عنا بالحارة. لما ربح ورقة اليانصيب اشترى دكان تسماني وقعد فيها، بقالية يعني، بس شغلها ما كان فيه البركة، كان طول الوقت يشكي من القلة. أنا فكرت إنه الدكان ماله مو حلال، مشان هيك الله ما عم يطرح فيه البركة. بعدين لحتى دريت إنه الربح كان منيح، بس الربح كله كان رايح على النار. طيب وليش ما نصحتيه بطله؟ انبرى لساني، وما صفي حدا ما نصحه، أنا وأبي وأخي وجوز أختي. بس فالج لا تعالج. بقى يا مرا القمار فوسة مثله مثل الدخان. هلا أنا فيني بطل السيجارة؟ ما فيني بطلها، لأنه بيصير ليل نهار ونهار ليل. بس حزرك ليش؟ ليش؟ هذا يا ستي النيكوتين واحد لئيم ابن حرام، متى دخل عبدم بيعشعش فيه، وإذا قطعتيه بيقطع خبرك. طيب ليش أنت ما بتقطع خبر الاثنين، الدخان والقمار؟ لا ولسه القمار قال لي عنه أدق رقبة، لأنه طوال ما عم تلعبي أنت قمار يا مرحومة البي. جدي لسه ما مات. مستعجل على موته ما؟ لك الرحمة بتجوز على الحي والميت، لا تزعلي. ليش زعلتي؟ هلا أنت إذا كنتي لعيبة قمار وقاعدة ما عم تلعبي، الله وكيلك بتحسي بدنك بدا يحكك يحكك كأنه جربانة. كأنه جربانة، لا تستغربي، بس تمسكي الورق بإيدك الله وكيلك بتروح عنك الحكة. لك أي حاكيك حكيم ما يعرف دواك إن شاء الله على هالملافظ. مقبولة منك. إذا بدك بكرة بجيب لك ورق، ضل حامله بس ما تلعب. المهم يا نوال، ليلة مبارح لعبت معهم، لا قصرتهم كل مصاريهم ورجعت مصاري، وهن عم يضحكوا ويلعبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لأيمتى يا توفيق؟ لأيمتى؟ لحتى أهبش الإشي هبشة مرتبة. يه ليش كمان ناوي تسرق؟ خلاصوا لا، أنت لا تفتح تمك وقعد يحكي أبوك. بس اربح لي ورقة يا نصيب تانية بزمتي بزمتي لحتى بطل القمار. اي خلصنا بقى يا صرت ساحب ألف مرة بعد هديك المرة. لو بدك تربح كنت ربحت من زمان. حاجتك حاجتك بقى. صح حاجتك. لك قلت لك خلاص ولا لا؟ مو حاجتي. هذا اصلا اللي فالح لي فيه انت، قمار ويا نصيب بس. ليش هلا مفكرة انت انه اليا نصيب مو قمار؟ لك يا غشيمة قمار بس جرعي. قومي قومي شوفي شو كسر الحمار. قومي قولك شو ما كسر شو ما كسر ما وأصر عليه، يا أما بياخذ سنسال الذهب ليلعب بحقه يا أما بيذبحني. وأنا ضليت عم برفض. ليوم من الأيام شفته داخل والدم عم يغلي غلي بعروقه. جنالي يا ما قلت لك فاتي قلت لك لا ما عندي غيرك. هاتوا يا كان يحكي لي كل شيء عم يصير.
طاولة القمر. مرات تمضي الليلة على خير، ومرات تعلق بيناتهم يتخانقوا يتضاربوا تضربوا يا عبد، بعدين يصالحوهم ويقعدوا يكملوا لعب ولا كأنه صار شيء. وبيوم اجاني وش الصبح لك انت ما تخاف الله، ولك معقولة تطلع من البيت وتركني بلا مصروف؟ معقولة ما الاقي لقمة الاكل طعمي ولادك؟ ولك قص لا تعلي صوتك، هلا بيفيقوا الاولاد. ما انا بدي اياهم يفيقوا ليشوفوا عمايل ابوهم. عمايل ابوهم يا نوال، لك شو مرة، لك شو مرة، ولي ولي ولك النسوان مرة؟ لك ايه، هي صايرة جنسية، بس بعتقد انا انه لا، هي كانت شقرة بس عاملة برونزاج. الله وكيلك كل عضلة هيك مثل تعين هذول كمال الاجسام، بس النسواني القمر وقت ما بيكون في شمس عليه بتقول له الروح، هاي السما مو إلك، هاي السما إلي، أنا بدي أبويا. كأنه مرة هاي؟ هاي المرة اللي إجت لعنا محل ما كنا عم نلعب قمار، مرة بتقولي نازلة من نجمة أو طالعة من وردة بنفسجية. ما بتستحي على دمك، عم تحكي لي عليها كمان؟ الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. بعدين نوال انا بعمري خبيت عليك شيء وما رح خبي. الله لا يوفقك يا توفيق، ولك هيك اخرتك عم تلعب قمار مع النسوان. الله لا يوفقك. لك هي مو نسوان، لك هي شغله كبيره، اشطتنا كلنا ما تركت ولا فرنك. لك شو بنعلمنا؟ لك مبسوط؟ لك ايه مبسوط، مو بس انا مبسوط، قلنا كنا مبسوطين. الله وكيلك كأنه نحن الربحانين مو هي. بس مرة يا أمس وير بيناتنا، أي واحدة مرة. وأنا شو؟ وأنا شو؟ شو لين؟ بدك معك الإيدز؟ بس إهدى إهدى لفهمك. بنت بهدى بحالي وحدي، إذا أنت كنت عم تمزحي معي بس. لا لا أنا ما عم بمزح، بس إهدى لحتى فهمك. لك شو بدك تفهميني؟ لك شو بدك تفهميني؟ مرتي وطلع مع الإيدز؟ لك إيدز يا فاجرة؟ لك عم تخونيني؟ لك والله لقيت بحب وارتاح منك فاجرة؟ لك من مين هدولي؟ لك من مين هدولي بطيب؟ لك من هنا؟ ضربني ضرب، ضربني ضرب، ضربني ضرب، مو بالوعي، بإيدي، برجلي، على رأسي، على بطني. يا ريت طرحني، يا ريتني فقدته للولد بهديك الأرث، يا ريت. تركني بين الموت والحياة وطلع من البيت هو عم يضرب أولاده. طيب طيب أنت ليش ما قلتي له أنه ما خلاني مجال، أعطاني فرصة أحكي، ما ترك لي وقت لحتى فهمه. كان يعطيني أدوية من غير ما ياخد حقه، الله يجزيه الخير، وكان يسألني أسئلة كتيرة، بس في شغلة كان يحوم حواليها بده يفهمها ومخجول مني. بعدين بق البحصة سألني إذا كنت بعرف رجال تاني غير جوزي، حلفت له على المصحف إنه ما في مخلوق على وش الأرض كلها لمسني غير جوزي. معناته مشان هيك الدكتور مازن طلب مني اقنعه لابو زهير يروح يحلل دمه. كان له 5 ايام ما رجع على البيت، لا شافني ولا شاف ولاده. بوقتها كان عم يدور على زبون ليبيع الدكان، لانه الديون كانت طامرته من ورا القمار. بده يبيع الدكان اللي عم تعيشوا منه؟ القمار بيعمل أكتر من هيك يا ست سلمى. المهم
كنت قاعدة بغرفتي فجأة بسمع صوت باب صغار وهو عم ينفتح. اسمعيني يا نوال، حتى ما قلتلك جريمة قتل، انت طالق طالق طالق، انقلي انت والاولاد من البيت، اتحركي. وبالاخير تطلعي اقعد تكمل لتقوم تكفر. هذا بس لاني انا بلعب قمار، هيك بتكافيني يا نوال؟ لك هيك بتنتقمي مني؟ ولك بتعرف انا من انا اخذت الايدز؟ لك من وين ما اخذتي تاخذين؟ مهم معك ايدز. ولك اخذته منك. شو؟ يشهد علي الله انه ما حدا مس شعره من جسمي غيرك. يحرم علي اذا عرفت الحرام كله طول عمري. انت اللي لازم تسأل حالك، انت اللي لازم تسأل حالك منين جبت المرض ونقلت لي اياه. لك شو عم تقولي انت يا؟ الدكاترة هن اللي عم يقولوا، وزمانك مسدد روح على المركز وحلل دمك. هلا جريمتك انت بدك ترميها علي؟ جريمتك يا توفيق، جريمتك. بتتذكر المرة اللي كان طاير عقلك فيها؟ هذيك المرة اللي كانت عم تلعب معكم قمار هذاك اليوم؟ بتتذكرها؟ يمكن هي اللي نقلت لك المرض. هي ولا غيرها؟ شوف حالك مع مين كنت عم تروح ومع مين عم تجي. بس قبل هاد كله لازم تروح وتحلل دمك، واذا انت ما بدك هن راح يحللوا لك اياه غصب عنك قبل ما تعدي غيرك. سكت يا ست سلمى، سكت كانه اكل 100 سكين. طلقتني، ظلمتني، وبعد الطلاق عم يستنانا موت بشع أنا وياك. بس هذا اللي ببطني ما يكون أخذ العدوى مني أنا كمان. إيه الدكتور هيك قال لي، قال لي احتمال كبير يكون الجنين أخذ العدوى مني، العدوى يلي أنا أخذتها منك واللي انت اخذها من ابصر مين. لا لا يا نوال، لا هدي حالك هدي حالك.